بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الدراسات العليا ماجستير الإحصاء الفرقة الثانية. في الموضوع الأول من المحاضرات الباقية، الموضوع بيتكلم عن طرق التقدير الإحصائي، طرق التقدير الإحصائي. تعال نشوف مع بعض كده مقدمة وبعد كده نتكلم عن طرق التقدير. التقدير الإحصائي ده من أهم فروع الاستدلال الإحصائي، من أهم فروع الاستدلال الإحصائي، حيث يستخدم في تقدير معالم المجتمع البارامتر التي عادة البارامتر دي اللي هي بتوصف بالتوزيعات الاحتمالية، حيث يصعب تحديد قيمة هذه المعالم الحقيقية بالضبط. لذلك نلجأ إلى تقديرها باستخدام عينات عشوائية يتم سحبها من المجتمع محل الدراسة. يبقى احنا لما بنيجي نوصف المجتمعات بنوصفها عن طريق التوزيعات الاحتمالية بتاعتها. هتقول لي يعني ايه توزيعات احتمالية وازاي تستخدم في توصيف المجتمع؟ الموضوع بسيط جدا. لو كان المتغير منفصل كنا بنعمل جدول، لو تفتكر كده بيبقى فيه قيم اكس وقصادها الاحتمال المقابل لكل قيمة. انا بشرح المنفصل ليه؟ علشان ابسط الايه المفهوم. فاحنا لو جينا على الرسم، عملنا محورين، عملنا محور اكس والمحور التاني اف اوف اكس. هتقولي بتعمل محورين ليه؟ اقولك عشان انقل التوزيع الاحتمالي من شكل الجدول انقله على الرسم. فلما باجي ارسم بلاقي كل قيمة من قيم اكس بيقابلها الاحتمال المقابل اللي هو الاف اوف اكس، فهحط نقط على الشكل. كل ما مثلا الاكس بواحد بيقابلها احتمال كذا، اكس باتنين بيقابلها احتمال كذا. فبص تلاقي النقط متباعدة عن بعضها، لان انا بشرح على متغير منفصل، بشرح على متغير منفصل ديسكريت. طب لو كان بقى التوزيع متصل وبنتعامل معاه بالتكامل، لما تيجي تعمل محورين وتحط قيم اكس على المحور الافقي وتحط قيم اف اوف اكس على المحور الرأسي وتيجي تحط نقط، هتلاقيها نقط كتيرة جدا وكثيفة جدا، لأن المتغير متصل. يعني ايه متصل؟ يعني مثلا ممكن تلاقي بين العشرة والحداشر ملايين الأرقام موجودة بين العشرة والحداشر، ملايين الأرقام موجودة بين الواحد والاتنين، واحد واحد من عشرة، واحد واحد من مية، واحد واحد من ألف، وهكذا بقى. فلما تيجي تحط قدام كل رقم من أو كل قيمة من قيم إكس الاحتمال بقى اللي قصادها فوق تحط نقطة، هتبص تلاقي النقط دي مع كثافتها بتاخد شكل منحنى. يعني ايه شكل منحنى؟ يعني بتبقى متصلة ببعضها، فتعمل لك اما منحنى طبيعي، اما منحنى اف، اما منحنى كاي سكوير، او منحنى جاما، فبينتج شكل منحنى عندك. يبقى المجتمعات بتتوصف بتوزيعاتها الاحتمالية ومعالمها يصعب تحديد قيمتها بالظبط، عشان كده بنلجأ لسحب عينات ونقدر المعالم من هذه العينات. وانتوا عارفين ان في نوعين من التقدير، في تقدير بنقطة وفي تقدير بفترة. تقدير بنقطة يعني قيمة وحيدة، وتسمى هذه القيمة تقدير نقطة المجتمع، وبتستخدم هذه القيمة الواحدة كتقريب او تقدير للمعلمة المجهولة بتاعة المجتمع. لكن التقدير بفترة افضل طبعا. ليه بقى؟ انا مثلا لو قاعد جنبك كده وفي انسان جاي علينا من بعيد، فبقول لك تفتكر الشخص ده طوله كام سنتي كده، قمت قايل لي ده طوله بتاع 173. الإجابة دي أنا أتشكك فيها، لكن لو رديت وقلت لي أنا متوقع إن طوله كده في حدود ما بين 170 و175، فبتدي نفسك ثقة أكتر في الكلام. عشان كده التقدير بفترة ثقة بيديك ثقة أكثر في إيه؟ في التحدث. فلو أمكننا تحديد فترة ثقة بحيث ان القيمة التقديرية للمجتمع اللي هي مجهولة تقع داخلها باحتمال معين، فيبقى احنا كده قدرنا بفترة. طيب بعد ما عرفنا الفرق بين تقدير النقطة وتقدير الفترة، تعال نشوف التقسيمات بتاعة طرق التقدير. اتجاهات التقديرات الإحصائية، في اتجاهين لإيجاد التقديرات الإحصائية. الاتجاه الأولاني الاتجاه الكلاسيكي. الاتجاه ده ما يميزه
انه بيفترض ان معالمة او معالم المجتمع او معالم التوزيع الاحتمالي المراد تقديرها ثابتة. ده اتجاه بيفترض ان هذه المعالم ثابتة ولكنها مجهولة، ويراد ايجاد تقدير لها بنقطة او بفترة من خلال سحب عينة عشوائية من المجتمع محل الدراسة. وفي طرق متعددة في الاتجاه الكلاسيكي، اشهرها الامكان الاكبر والعزوم والمربعات الصغرى والانحدار الخطي البسيط والانحدار المتعدد. والاتجاه ده هو المحور المنهج بتاعنا، الاتجاه الكلاسيكي اللي هو بيتكلم عن الامكان الاكبر الماكسيمم لايكلي هود والمومنت ميثود والمربعات الصغرى اللي هي ليست سكوير والانحدار الخطي اللي هو السيمبل لينير ريجريشن والمتعدد اللي هو المالتيبل ريجريشن ميثود. الاتجاه ده زي ما قلت اللي هنستعرضه بشيء من التفصيل على مدار محاضرات المادة بتاعتنا. في اتجاه بقى تاني اسمه الاتجاه البيزي نسبة الى العالم بيز. الاتجاه ده بقى بيفترض ايه؟ ان المعلمة المراد تقديرها متغيرة، يعني معلمة البارامترز بتاع المجتمع اللي انا عايز اوصل لقيمتها متغيرة ولكنها مجهولة، وتتبع توزيع احتمالي معين بيسميه هو التوزيع القبلي. ومنها يسمى التوزيع ايه؟ يسمى التوزيع القبلي. وعند استخدام طرق بيز بنقابل مشكلة الاختيار في القرار، بنقابل مشكلة في الاختيار بين القرار وبين الاجراء الاكشن، ما بين من بين مجموعة من الاجراءات، وذلك نتيجة ظروف عدم التأكد. يعني انت في الاتجاه ده بتفترض ان المعلمة متغيرة، وبالتالي بتقابلك مشكلة وانت بتاخد قرار، يا ترى اخد التقديرات دي ولا اخد التقديرات دي. طيب احنا الاتجاه البيزي مش هيبقى موضوعنا على مستوى الماجستير، احنا بنتكلم دلوقتي في الاتجاه التقليدي. طب تعالى نتناول مع بعض في المحاضرة دي الكلام على الامكان الاكبر وعلى العزوم، وبعدين نبقى نخلي الكلام على بقية الحاجات للمرات القادمة. دلوقتي احنا معانا طريقة الامكان الاكبر الماكسيمم لايكلي هود ميثود. الطريقة دي بتعتبر من اهم واشهر الطرق انتشارا في التقدير، واللي اقترحها العالم البريطاني فيشر سنة 20. والمقصود بدالة الامكان الاكبر اللايكلي هود فانكشن انها تهدف الى جعل دالة الامكان للمتغيرات العشوائية اكبر ما يمكن. انت لما تبص كده للاسم بتاعها بتقول ايه؟ الامكان الاكبر. دي بتفكرك على طول بحاجة درستها في التفاضل السنة اللي فاتت اسمها النهايات العظمى والصغرى. امكان اكبر، انا لما بدور على نقطة النهاية العظمى فانا كده بدور على الامكان الاكبر. فمن هنا جه الاسم بتاعها ان هي بتبحث عن نهاية عظمى. طب انا كنت بوصل لها ازاي في موضوعات التفاضل بتاعتي اللي خدتها العام الماضي؟ كنت بوصل لها بسهولة، كنت بجيب التفاضل الاول واساويه بالصفر، وبعدين اجيب التفاضل الثاني واتأكد انه سالب الاشارة، سالب في النهاية العظمى بيبقى سالب اللي هو التفاضل الثاني. طيب في حاجة ضدها بتدور على نقطة النهاية الصغرى، قال لك في حاجة قصادها الناحية التانية اسمها المربعات الصغرى. كلمة صغرى معناها انه بيدور على نقطة نهاية صغرى بنفس الفكرة برضو، بيجيب اشتقاق، بيعمل مشتقة اولى سواء بالصفر ويستنتج منها قيم تقديرات البارامترز المجهولة، وكذلك يجيب المشتقة التانية فيلاقيها موجبة، فيلاقيها موجبة. عشان كده جه كلمة الصغرى وهنا جه كلمة الأكبر. وحتى وانت دلوقتي بتشوف طريقة الإمكان الأكبر وهي بتستنتج وبتقدر المعلومات هتلاقيها بتعمل تفاضل أول وتساويه بالصفر وتعمل تفاضل تاني للتأكد من إشارته. طيب تعالى نشوف مع بعض الإمكان الأكبر ونشوف مع بعض العزوم في المحاضرة اللي معانا دي. بيقول لك اذا كان عندك عينة عشوائية مسحوبة من مجتمع طبيعي نورمال، الان دي اللي قبل القوس تشير الى ان المجتمع نورمال ديستريبيوشن،
التوزيع الطبيعي ده بيبقى فيه معلمتين او فيه ثابتين مجهولين، اللي هما الميو والسيجما تربيع، يعني متوسطه وتباينه، هما دول المعالم بتوعه. فالتوزيع الطبيعي اذا بيتعرف بالاتنين دول، ما ينفعش يتعرف بواحده بس منهم. في توزيعات تانية بتتعرف بواحده بس، تتعرف بالميو بس، تتعرف بالسيجما تربيع بس، انما ده في معلمتين بيتعرف بيهم زي المعالم بتاعت الطريق كده. وكانت مفردات هذه العينة العشوائية X1 X2 X3، وكانت دالة التوزيع المشتركة للتوزيع الطبيعي اهي F of X ب F of X I بمعلمتين، اللي هم الميو والسيجما تربيع، بتساوي 1/σ/2 باي E أس سالب اكس ناقص ميو الكل تربيع على 2σ تربيع، على 2 اسف على 2 سيجما تربيع. دلوقتي الدالة ديت اللي هي بتميز التوزيع الطبيعي اللي انت مفروض عدت عليك في دراستك في السنة الماضية، ويجب ان انت تحفظها. هي مديها لك في المسألة وكل حاجة، بس دي دالة مشهورة جدا اللي هي دالة الايه النورمال ديستريبيوشن. نقراها مع بعض تاني. طيب واحنا بنقراها ناخد بالنا، انا قلت اكس اي في الاول برغم ان انا شايف فاصلة منقوطة، بس حقيقة الامر ان الاكس هنا اللي في القانون ده مش اكس واحدة بس، ده كذا قيمة للعينة، اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة اكس اربعة. فالاكس لما تذكر في هذا القانون مفروض بتذكر جنبها الاي. ليه الاي؟ عشان يقول لك ايه، الاي ده العداد، لما تشيل اي وتحط واحد يبقى القيمة الاولى من قيم العينة، تشيل اي وتحط اتنين يبقى القيمة التانية من قيم العينة العشوائية. ولكن احنا للتخفيف ما بنكتبش الاي جنب الاكس، بنقول اكس ناقص ميو على طول زي ما انت شايف في القوس اللي هو التربيع اللي فيه، وبنقول ايه اف اوف اكس على طول. طيب ايه بقى المطلوب في المسألة؟ المطلوب الاولاني بيقول لي لو السيجما معلومة اوجد مقدر الامكان الاكبر للمعلمة ميو. تاني حاجة لو السيجما اذا كانت ميو معلومة اوجد مقدر الامكان الاكبر للتباين اللي هو سيجما تربيع. لو سمحت حط كلمة معلومة ضيف واو عند اذا كانت الميو معلومة، بمعنى ان انت يعني لما تطبع هذا الورق وبأكتب هنا لو كانت الميو معلومة اوجد المقدر بتاع الامكان الاكبر للتباين سيجما تربيع سيجما سكوير، اوجد مقدر الامكان الاكبر لكل من سيجما سكوير والميو. المسألة ده هيت مسألة مهمة، ومش شرط لما تيجي في الامتحان ان يجي فيها كل المطالب دي، ممكن يعني اختار اي مطلوب في التلاتة واجيبه، يعني اختار الاولاني مثلا او اختار التاني او التالت، بس ما اقولكش دلوقتي انا هجيب مين بالظبط فيهم، بس ممكن اي مطلوب من التلاتة امتحنك فيه. تعال كده نشوف مقدرات الامكان الاكبر هتطلع ازاي في كل مطلوب من المطلوبات التلاتة. الحل بتحط قدامك الدالة بتاعت التوزيع الطبيعي F of X ميو وسيجما تربيع، وبعدين بتكتب باي من I تساوي 1 لغاية N، 1/σ/2 باي E أس ناقص X ناقص ميو على 2σ تربيع. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان قيم العينة متعددة من اول اي تساوي 1 لغاية ان، فباخدها في شكل ايه، حاصل ضرب. الباي دي معناها حاصل ضرب، يعني المفروض الشكل اللي بعد علامة يساوي ده يتكرر مضروب في بعضه حتى ان من المرات. تقول لي معقول؟ اقول لك يعني انت لو عايز تشيل علامة من اي تساوي 1 لان دي وتستبدلها زي ما احنا بنيجي نعمل ايه، فاكرين رمز المج؟ تقول لي فاكر رمز السمشن. لو حبيت تشيله فبتضطر تفرد على السطر، تقول اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 4. طب لو عايز الم وما اكتبش اكسات كتيره واضيع وقت واملى السطر اكسات، اكتب مكانها سمشن اكس. فالعلامه دي بقى غير السمشن، العلامه دي بتقول لي حاصل ضرب، يعني انت بتضرب الكلام اللي جاي بعدها في نفسه حتى ان من المرات. طيب تعالى كده حول الدالة اللي معاك دي
حطها في شكل اللايكليهود، فشلنا الاف وبدأنا نعتبر ان هي دي الدالة بتاعة الامكان الاكبر بتاعتنا. بس ناخد بالنا من حاجة، ان الدالة نزلت هي هي، لان داخل فيها بيانات العينة وداخل فيها المعلمتين المجهولين اللي هما السيجما سكوير والميو. طيب تعالى معايا لما نفكر نضرب الحاجات دي كلها ببعضها. انت عارف عند الضرب بتجمع الاسس، فعلشان كده الثوابت بتاعتنا هنلمها مع بعض في قوس ونقول اس ان. ليه؟ لان لما اجمع 1 + 1 + 1 + 1 يبقى انا كده بحط ان فوق، بضربهم ان من المرات. طيب سعادتك بص كده تحت، انا تخلصت من الجذر، وعشان تشيل الجذر اللي موجود فوق الاتنين باي بتقسم الاس الداخلي على الاس الخارجي. طب الداخلي مفيش اسس فيفترض انها واحد، طب والخارجي مش مكتوب فوق الجذر ان تربيعي ولا تكعيبي؟ اقول لك لو مش مكتوب حاجة بيفترض انه تربيعي، فعشان كده بتبقى ايه 2 باي اس نص. وبعد كده بكتب بقية الايه الدالة اللي هي الاكسبوننشن بتاع سالب، وما تنساش السالب، سمشن اكس ناقص ميو اول سكوير على 2 سيجما سكوير. بعد كده بتعمل الاتنين اللي تحت في المقام اللي هي موجودة تحت مكتوب ايه 2 باي اس نص، عايزين نطلعها فوق، فبتطلع بايه بالسالب. يعني ايه تطلع بالسالب؟ يعني بالعربي لما بتنقل حاجة من تحت لفوق بتطلع بالسالب. فهي طلع بالسالب، طلعت فوق اشتبكت مع الان اللي فوق، بقت سالب ان على 2. طيب الاتنين باي فضلت كده من غير اسس، السيجما بقت سيجما سكوير. ليه بقت سيجما سكوير؟ الموضوع بسيط جدا، القوس كله لما اترفع لهذه القيمة فالسيجما تأثرت بيه، لان انت لو بصيت لها هتلاقي السيجما ما كانش عليها جذر. مين اللي كان عليه جذر؟ الاتنين باي. فدلوقتي بقى الاتنين باي والسيجما بيعاملوا نفس المعاملة. طب هل ينفع حاجة كانت تحت الجذر وحاجة كانت بره الجذر احطهم جنب بعض كده؟ هل ينفع احط 2 باي وجنبها سيجما على طول برغم ان السيجما كانت بره الجذر والاتنين باي هي اللي كانت جوه الجذر؟ اقول لك لا ما ينفعش، بنربع السيجما فبتبقى تحت فيه سيجما سكوير. دلوقتي انا بتكلم في النقطة دي اللي بشاور عليها بالماوس، اساسا كانت السيجما بره الجذر والاتنين باي هما اللي تحت الجذر، فانا لما شلت الجذر وكتبت اس نص السيجما لسه زي ما هي سيجما. لما هبدأ بقى اعمم النص ده واطلعه فوق هيعم القوس كله، فلما هيعم القوس كله لازم السيجما دي تتأثر فهتبقى سيجما سكوير، وبقيت الايه الدالة بتتكتب زي ما هي. بعد كده هبدأ بقى اتعامل مع دالة الامكان الاكبر بتاعة ال دي اللي هي اللايكلي هود دي، اتعامل معاها امهدها ان انا هفاضلها. ليه بفاضلها؟ عشان دي اسمها الامكان الاكبر، فبتعتمد على التفاضل الاول والتفاضل التاني زي ما حكيت في الاول. فسعادتك لما بتيجي تفاضل دالة وعليها اسس بيفضل تحولها للشكل الخطي الاول، فمين اللي بيحول الاسس دي وينزلها على السطر؟ اخذ اللوغاريتم بتاع الطرفين، فبدخل اللوغاريتم على الطرفين، يبقى لوغاريتم ال بيساوي ايه اللي بيحصل بقى لما اللوغاريتم بيدخل الاسس بتنزل تحت على السطر، يبقى سالب ان على 2 نزلت على السطر، واللوغاريتم هيخش على القوس اللي فيه 2 باي مضروبة في سيجما تربيع. فاللوغاريتم لما يجي يخش على الحاجات دهيت اللي هي 2 باي سيجما تربيع، فاللوغاريتمات بتحول الضرب الى جمع. يبقى اللوغاريتمات من ضمن خصائصها ان بتنزل الاسس على السطر، وتاني خاصية بتحول الضرب الى جمع وبتحول القسمة لطرح. فعشان كده اللوغاريتم لما دخل نزل السالب 2n في البداية، وبعدين اللوغاريتم دخل على 2 باي ودخل كمان على السيجما تربيع في شكل ايه؟ في شكل جمع، بس اتحطت سالب قبلها لسبب، علشان السيجما تربيع كانت تحت في المقام. طيب انا دلوقتي بقول سالب ان على 2 لوغاريتم 2 باي سالب ان على 2 لوغاريتم سيجما سكوير،
بعد كده اللوغاريتم يخش على اخر جزء في الدالة اللي هو الاكسبوننشن اللي هو الاي اللي مرفوعة لشرطة كسر. فاللوغاريتم لما يخش على الاي كل اللي فوق الاي هينزل على السطر، ينزل قبل اللوغاريتم على السطر، واللوغاريتم يخش على الاي. اللوغاريتم لما يخش على الاكسبوننشال اللي هو الاي دي، لوغاريتم الاي معروفة انها بواحد، اللوغاريتم بتاع الاي بواحد فبيتكتبش، فالاس بس هو اللي هيظهر على السطر اللي هو سالب شرطة كسر سمشن اكس ناقص ميو الكل تربيع على 2 سيجما تربيع. طيب ده اللوغاريتم لما دخل على دالة الامكان الاكبر او دالة الجوازية الكبرى. تعال نشوف بعد كده ازاي هنفاضلها، علشان الاسم بتاع الامكان الاكبر جه من حتة التفاضل، انه بيفاضل الدالة ويساوي التفاضل الاول بتاعها بالزيرو. هي بشكلها القديم دي قبل ما ناخد اللوغاريتم ما كانش ينفع تتفاضل، لان الدنيا كانت مكلكعة وفي اسس، فاللوغاريتمات بتبسط وتخلي لك الموضوع ايه، ينزل على السطر كله. بس تاخد بالك من قواعد اخذ اللوغاريتم، انه بينزل الاسس على السطر، وانه بيحول الضرب لجمع، وبيحول القسمة لطرح، وانه اللوغاريتم لما يخش على الاي اللي مرفوع لاي اس، الاس ده بيهرب وينزل ورا اللوغاريتم، ولما اللوغاريتم يخش على الاي تطلع القيمة واحد. طيب تعال بقى نجيب مقدر الميو اذا كانت سيجما تربيع معلومة. عشان نجيبه بنروح نشتق اللوغاريتم بتاع ال L، نشتق اللوغاريتم بتاع دالة الإمكان likelihood بالنسبة للميو. يبقى عرفت ازاي بنحل أول مطلوب؟ يبقى عشان أحل أول مطلوب في المسألة هشتق بالنسبة للميو بس. فلما تيجي تعمل الاشتقاق بالنسبة للميو، هنا هتلجأ لحاجة اسمها التفاضل الجزئي اللي هو البارتشال. التفاضل الجزئي دوت زي ما انت عرفت في سنة أولى، اللي هو لما يكون في متغيرين في الجنب اللي هو بعد علامة يساوي، وعاوز اشتق الواحد منهم واتجاهل التاني، فبعتبر التاني كأنه رقم ثابت. يعني ايه كأنه رقم ثابت؟ يعني كأنه 8 7. فعشان كده لما بدخل اللوغاريتم على الدالة واشتقها بالنسبة للميو، بيعتبر اي حاجة بخلاف الميو كأنها مقادير ثابتة، كأنها ارقام. فهبص الاقي الثابت لما بيكون لوحده بيبقى تفاضله صفر، ما تنساش قواعد التفاضل. الثابت لما بيكون مضروب في الميو بنزل الثابت ده، فعشان كده نتج من الاشتقاق الشكل اللي انت شايفه، 2 مضروبة في سمشن اكس ناقص ميو على 2 سيجما سكوير. الاتنين اللي فوق تروح مع الاتنين اللي تحت، فيتبقى لك سيجما سكوير تحت. الاتنين دي اتشطبت مع الاتنين دي، هتبدأ تساوي التفاضل بالصفر، لأن الاسم بتاع كلمة الأكبر جت من الحتة دي، إنه بيعمل مشتقة أولى ويساويها بالصفر. فلما تيجي تساوي الكلام ده بالصفر، تكتشف حاجة عجيبة قوي، إن السيجما تربيع بواحد. طب ليه السيجما تربيع بواحد؟ أقول لك ليه، لأنك لو بصيت فوق هتلاقي مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. سمشن اكس ناقص ميو دي معناها ببساطة مقدار انحرافات. ليه انحرافات؟ عشان اشارة السالب دي، وليه القيم؟ عشان القيم اهي عن وسطها الحسابي اللي هو الميو. ففي نظرية في الاحصاء في التقدير بتقول لك ان مجموع انحرافات القيم عن وسطها بصفر، يبقى اذا الجزء اللي فوق ده مفروض انه بصفر. طيب لما يكون الجزء اللي فوق ده بصفر وانا حاطط في الناحية التانية صفر، يبقى اكيد المقام لازم يكون بكام؟ بواحد. ليه؟ ما ينفعش المقام يبقى بصفر، ما ينفعش المقام، لان ممنوع ان انا اقسم على صفر تطلع كمية غير معرفة. يبقى كده استنتجنا ان السيجما سكوير بواحد. طيب تعالى نشوف ناتج المساواة بالصفر، يبقى مجموع اكس ناقص ميو بتساوي زيرو. ادخل علامة المجموع على القوس. علامة المجموع دي ليها خصائص، ان هي لما بتخش على حاجة متغيرة زي مثلا عمود من الارقام بتفضل زي ما هي سمشن، لكن لما بتيجي تخش على قيمة ثابتة بتتقلب لان. فعشان كده علامة السمشن لما دخلت على الاكس فضلت زي ما هي سمشن، عشان الاكس دي قيم العينة،
كذا قيمة وهنجمعها. ولما دخلت السمشن على الميو اتقلبت ان ميو. طيب الكلام ده بيساوي زيرو. عايز تعرف ليه اتقلبت ان؟ سهل قوي. لو انتوا ثلاثة من الزملاء وكل واحد معاه 100 جنيه منكم، وجيت بسألكوا مجموع اللي معاكوا قد ايه، هتقول لي مجموع اللي معانا سمشن 100، ولا هتقول له 3 في 100؟ هتقول لي لا، ده احنا الرد بتاعنا الطبيعي في حياتنا العادية بنقول اللي موجود معانا 3 في 100، لان ده معاه 100 وده معاه 100 وده معاه 100. يبقى اللي معانا 300 جنيه، جت ازاي 300؟ 3 في 100 ولا سمشن 100؟ هتقول لي لا مش سمشن 100. فبقول لك هنا السمشن اتقلبت لتلاتة، التلاتة اللي هي عددنا. فعشان كده بنقول ايه، السمشن لما دخلت على الميو اتقلبت لان، عشان الميو ده رقم ثابت. بعد كده بتعمل عملية نقل للان ميو السالبة تروح الناحية التانية بالموجب. بعد كده ناقص لك ان انت تفصل الميو في جنب، عشان ايه، هو كان عايز من فوق مقدر الميو، كان عاوز الميو بكام، فتودي الان تحت فيطلع لك سمشن اكس على ان، مجموع القيم على عددها اللي هو الوسط بتاع العينة اللي هو الاكس بار. يبقى اذا تقدير طريقة الامكان الاكبر للميو المجهولة تقدير طريقة الامكان الاكبر لمتوسط المجتمع المجهول هو الآتي، إن متوسط المجتمع المجهول التقدير بتاعه هو متوسط العينة اللي هو إكس بار. طيب دلوقتي تعال نشوف المطلوب التاني في المسألة، إيجاد مقدر السيجما تربيع إذا كانت الميو هي اللي معلومة. فالفكرة إن احنا هنشتق لوغاريتم دالة الإمكان اللوج ال بالنسبة للسيجما سكوير المرة دي، مش هنشتقها بالنسبة للميو بقى زي ما عملنا من شوية، هنشتقها بالنسبة للسيجما سكوير. فبعتبر إن أي حاجة في المعادلة بخلافها، بخلاف إكس، بخلاف سيجما سكوير دي، أي حاجة بخلاف سيجما سكوير بتعتبر كأنها ثابت، والثابت ده أنت عارف تفاضله زيرو. ولما يكون الثابت ده مضروب في سيجما سكوير ينزل، يعني مثلا لو عندي 5 سيجما سكوير يبقى التفاضل بخمسة. ليه؟ لان انا بشتق بالنسبة للسيجما سكوير فبنزل الثابت اللي جنبها، وهكذا. نتيجة الاشتقاق اهي مكتوبة قدامك على السطر، سالب ان على 2 سيجما سكوير ناقص افتح قوس سمشن اكس ناقص ميو اول سكوير مضروبة في سيجما سكوير الكل اس سالب 1 على 2. سعادتك مفروض بترجع للدالة وتمسك ورقة وقلم وتشتقها، تعمل لها التفاضل الجزئي الأول. بس بلفت نظرك إن الرمز بتاع جزئي اللي هو بارتشال، بارتشال اللي هي بتبقى عاملة زي الدي، بس الخط بتاعها مش مستقيم. يعني الدي اللي مكتوبة دي قدامك دي بديل عنها، ولكن انت لما بتيجي تكتب بإيدك بتكتب علامة البارتشال، بتبقى مش عصاية مستقيمة كده، مش دورية وعليها عصاية كده فوق مستقيمة، لا بتلف بالايه بيها شوية وانت بتعمل الخط المستقيم اللي هو فوق. طيب يبقى بارتشال لوج ال على بارتشال سيجما سكوير طلعت بالشكل ده. بعد كده ببدأ اوضب الشكل شوية، لو في اي اختصارات في اي حاجة فبظبط الشكل ده. ففي حاجة بسيطة تمت على الشكل اللي هي نزلنا ان على 2 سيجما سكوير زائد سمشن اكس ناقص ميو الكل سكوير على 2، وبعدين تحت كتبنا 2. دلوقتي هتبدأ تختصر فوق وتحت. باختصار شديد السيجما كانت فوق سالبة فهتنزل تحت بالموجب. في ايه تاني اختصارات؟ الجزء اللي بعد يساوي ما جيناش جنبه، الجزء اللي بعد علامة يساوي ما قربناش منه اللي هو ده، انا بتكلم على الجزء ده. مجموع اكس ناقص ميو اول سكوير دي فضلت زي ما هي، انما السيجما دي بقت سالب 4 لما تنزل تحت تبقى موجب 4، لان لما بتنقل مقدار من تحت لفوق بتتغير اشارة الاسس. بعد كده بتروح تساوي التفاضل الاول تساويه بالصفر، فلما بتساويه بالصفر بيظهر عندك ان ممكن اخلي
احد الحدود السالبة اخليه في طرف فيروح بالموجب، والحد التاني يفضل زي ما هو. ففعلا هودي ان على 2 سيجما سكوير في طرف، وبعدين اساويها باللي باقي هنا. ليه؟ الصفر اتاح ليك ان تبقى عندك معادلة تنقل من طرف لطرف. يعني ايه تنقل من طرف لطرف؟ يعني تغير اشارة الحاجة اللي بتنقلها. فلما تساوي الاتنين ببعض هتبص تلاقي فيه اختصارات. انا ممكن اشيل ايه مع ايه؟ ممكن اشيل الاتنين اللي تحت دي مع الاتنين اللي تحت. اشمعنى؟ علشان هما الاتنين تحت فممكن تشالوا سوا. ممكن اشيل السيجما سكوير اللي تحت دي مع سيجما اس 4 فيتبقى هنا سيجما اس 2. ده اللي حصل، وده اللي اتبقى تحت. لما الاتنين دي راحت مع الاتنين دي، والسيجما تربيع دي راحت مع دي مع سيجما اس 4، فالان دي نزلت معانا تحت اهي، دي اللي اتبقت في الطرف دوت. الطرف التاني هيتبقى فيه بعد الاختصارات سميشن اكس ناقص ميو اول سكوير على سيجما سكوير. انت عاوز السيجما سكوير دي اللي تحت، عايز تقديرها. عشان اجيب تقديرها اطلعها هنا، انزل ان مكانها. ليه عملت كده؟ عارف موضوع الوسطين في الطرفين؟ تقول لي اه عارفه. مين اللي المفروض يتضرب في مين؟ هتقول لي ده الان المفروض تتضرب في السيجما سكوير، والقوس ده يتضرب في واحد، بس الواحد ما اتكتبش تحت الان اهو، القوس اللي فوق ده. فباختصار لما يكون في حاجة مقسومة تحت بتروح الناحية التانية بالضرب، والان تنزل لان الان كانت واقفة مضروبة فنزلت ايه تحت مقسومة. طلع التقدير بتاع سيجما سكوير، تقدير الماكسيمم لايكلي هود للتباين، عبارة عن سميشن اكس ناقص ميو الكل تربيع على ان، اللي هو قانون المعلوم بالنسبة لنا. تعال نشوف بقى اخر مطلوب في السؤال. عايز مقدر الامكان الاكبر لكل من السيجما سكوير والميو. عشان اجيب مقدر الامكان الاكبر لكل من سيجما سكوير وميو، بنفاضل جزئيا بالنسبة للسيجما سكوير وبالنسبة للميو ونساوي بالصفر، فنحصل على الاتي. تعالى اعمل التفاضل بالنسبة للميو، طلع عندك الشكل اللي انت شايفه سميشن اكس ناقص ميو على سيجما سكوير. بتعمل ايه هنا؟ بتعوض عن سيجما سكوير اللي تحت في المقام، بتعوض عنها بسميشن اكس ناقص ميو الكل تربيع على ان. يبقى انا شلت سيجما سكوير اللي هي تحت دي وحطيت مكانها ما يساويها اللي هي نتجت من التقدير من شوية. بعد كده الان دي هنختصر واحدة من دول مع واحدة من دول، يعني نختصر سميشن اكس ناقص ميو مع واحدة تربيع فيتبقى لي واحدة بس منهم على ان. الجزء اللي تحت ده ممكن اعمله ازاي؟ ادخل السميشن على القوس، هتبقى سميشن اكس ناقص ان ميو، والاتنين دول ليهم مقام مشترك اللي هو ان، ابدأ اوزعهم. المقام يخص دي ويخص دي لانه كان مشترك بينهم، فيبقى مناسب هنا ومناسب هنا. فهنا يطلع لك سميشن اكس على ان، وهنا يطلع لك ان ميو على ان. لما تشوف الاختصارات ان تروح مع ان وينزل هنا ميو، وهنا لما تشوف سميشن اكس على ان دي معناها وسط حسابي اللي هي مجموع قيم على عددها. يبقى انت كده ممكن تشيل الجزء اللي هنا وتكتب مكان وسط حسابي اكس بار ناقص ميو. يبقى انت كأنك بتقسم على اكس بار ناقص ميو. فبينتج عن الكلام دوت ان 1 على اكس بار بتساوي 1 على ميو، ومنها هتستنتج ان تقدير الميو بيساوي اكس بار، يعني بيساوي متوسط العينة. وده معلوم لينا، وده اللي احنا بنستفيد منه في اي شغل نعمله. يعني يقول لك دايما الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، بناخد تقديرات الامكان الاكبر نشتغل بيها. ما هو مجموع القيم على عددها ده نتج من تقديرات الامكان الاكبر. طيب تعالى بعد كده نعمل التفاضل الاول، نعمل التفاضل الجزئي الاول. علامة البرشلة هي اللي انا بقول لك عليها، ظهرت في الصفحة دي علامة البرشلة هي اللي انا كنت بقول لك شيل الدي وحط علامة البرشل. هتعمل التفاضل الجزئي الأول بالنسبة لسيجما سكوير. يبقى أنت كده خلصت التفاضل بالنسبة لميو وجبت قيمة الميو. هنا هتعمل التفاضل بالنسبة لسيجما سكوير وهتجيب قيمة السيجما سكوير. فمع تتبع الحل نشوف كده نتيجة التفاضل
هتطلع ايه بالظبط. دلوقتي انت عملت التفاضل الاول اهو قدامك وسويته بالصفر، لما سويته بالصفر خدت الحد السالب وديته في جنب وبقيت الايه المعادلة في جنب، وبعد كده بتبدأ تمشي بالتدريج مع الاختصارات اللي موجودة. انا شايف قدامي دلوقتي ان القوس اللي هو سمشن اكس ناقص ميو الكل سكوير متكرر مرتين، مرة فوق ومرة تحت، فممكن ده يتشطب مع ده فيتبقى لك تحت ان وفوقيها اتنين سمشن سيجما سكوير ان، اسف ان سيجما سكوير، اسف يتبقى لك اتنين سيجما سكوير تحت مقسوم على ان، وهنا ان على اتنين سيجما سكوير تنزل. بعد كده انت عارف ان تحت التحت بيطلع فوق، يعني الان دي مكانها اساسا فوق، فهتطلع فوق زي ما انت شايف كده. في اختصارات، انا شايف ان في اختصارات، ان انا ممكن اقول لنفسي عارفين الوسطين في الطرفين، هتقول لي اه عارفين الوسطين في الطرفين، هضرب ان في 2 سيجما سكوير كده اهو، ادي ان ادي 2 في ان سيجما سكوير، وهضرب الطرفين في الوسطين كده ان في 2 سيجما سكوير، فيطلع 2 ان، بس بدل سيجما سكوير هحط القوس الخاص بيها اللي هو سمشن اكس ناقص ميو الكل سكوير على ان. هتبص تلاقي تقدير السيجما سكوير طالع بسمشن اكس ناقص ميو الكل سكوير. ليه طلع بالشكل ده؟ عشان الان دي شايفينها، الان دي تم اختصارها مع الان دي، او نقول ايه الاتنين دي راحت مع الاتنين دي، والان دي راحت مع الان دي، فيتبقى لك ان منهم بس تحت. فباختصار شديد هروح شايل الميو واحط مكانها التقدير بتاع الامكان الاكبر في المكان بتاع الميو، لان اكس بار بيحل محل الميو دايما. دي باختصار الاجابة بتاعت الاسئلة الثلاثة على طريقة الامكان الاكبر. تعال بقى معايا نشوف بعد كده العزوم بتشتغل ازاي. طريقة التقدير الكلاسيكية التانية طريقة العزوم. انا عايز الاول يعني ابين لك يعني ايه كلمة عزوم. هو العزوم تعرفها، بيقول لك العزوم هي متوسط. هتقول لي متوسط يعني بتقسم حاجة على حاجة، اقول لك بالظبط. طب متوسط ايه؟ انحرافات. كلمة انحرافات معناها ان في اشارة سالب في وسط القوس. القيم، يبقى في قبل السالب علامة اكس، يبقى العزوم عبارة عن متوسط انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، يبقى في بعد علامة الناقص اكس بار، او الصفر يبقى في بعد علامة السالب ممكن احط صفر، يعني اجيب العزوم حوالين الصفر تبقى اكس ناقص زيرو. بعد كده بيقول لك مرفوعة لقوة. يعني ايه قوة؟ يعني في اسس فوق تساوي رقم العزم. معلش انا بشرح التعريف بتاع العزوم وهو مش قدامك، بس افهمه معايا كده. العزوم هي متوسط انحرافات القيم عن وسطها الحسابي او عن اي قيمة اخرى بما فيها الصفر، مرفوعة لرقم او لقوة معينة حسب رقم العزم. التقدير بالعزوم ده من التقديرات المشهورة، فكرته بتعتمد على حاجة واحدة، ايه هي؟ ان انت بتساوي عزوم المجتمع بعزوم العينة. هتقول لي يعني ايه اساوي عزوم المجتمع بعزوم العينة؟ عزوم المجتمع اسمها ميو وجنبها ار، ميو داش وجنبها ار. اما عزوم العينة اسمها ام مش ميو، ام وجنبها ار، ام داش وجنبها ار. طبقا لطريقة العزوم بيقول لك عشان توصل لاي تقديرات ساوي العزم بتاع المجتمع بالعزم بتاع ايه العينة. يعني مثلا تساوي ميو داش ون بام داش ون، تساوي ميو داش تو مع ام داش تو، يعني تساوي العزم الاول بالعزم الاول، العزم الثاني بالعزم الثاني. كده تقدر تحصل على تقديرات طريقة العزوم. دي القصة وما فيها.
العزوم اللي مكتوبة قدامك هنا دي عزوم حوالين الصفر. اشمعنى حوالين الصفر؟ اقول لك ليه. سواء كانت ميو او ام، لان سعادتك لما تيجي تبص هنا، انا هبص هنا الاول وبعدين ارجع ابص فوق على اللي مكتوب ده. لما تيجي تبص في القانون ده، ده اسمه العزم الرائي حول الصفر. ليه حول الصفر؟ لان المفروض ان العزوم هي متوسط الانحرافات، يعني لازم الاكس دي يكون مطروح منها حاجة. هي فعلا مطروح منها صفر، والقوس كله اس ار، بس الصفر هنا اكمنه محايد ما اتكتبش، فخدنا الار نزلناها هنا على الاكس على طول. ادي الفكرة اللي خلتني قلت ان ده عزوم حول الزيرو. طب في حاجة تانية ممكن اعبر على القانون ده بطريقة تانية. ممكن تشيل السمشن اللي فوق والان اللي تحت، وتكتب توقع مكانهم اكس اس ار. التوقع اللي هو الاكسبكتد، الاكسبكتد فاليو بتاعت الكلام ده، الاي بتاعت كلمة اكسبكتد بتحل محل رمزين مع بعض، يعني اكنك بتشيل الميو وبتشيل الان وتحط مكانهم اكسبكتد اكس اوف ار. تعال نشوف الموضوع ده. هو عامله فوق، قال لك العزم بتاع المجتمع عبارة عن توقع اكس اس ار، والار 1 2 3 لغاية كده. يبقى هنا علامة التوقع بتخش. ممكن اعبر عن العزوم بعلامة التوقع، وممكن اعبر بالسمشن وبالان. هما ده السمشن مع الان هو ده، لان التوقع في حد ذاته عبارة عن متوسط. كلمة توقع معناها قيمة متوسطة، يعني مجموع قيم على عددها. سعادتك الفكرة ان احنا بنساوي العزوم دي بالعزوم دي. انا يهمني ان احنا نشوف الكلام دوت في تطبيق. تعالى كده مع بعض. عندك عينة عشوائية مسحوبة من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي النورمال بمعلمتين مجهولين، الميو والسيجما سكوير، ومفردات العينة اهي قدامك اكس، وتحتها خط دي معناها متجه او مصفوفة، اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة. وكانت دالة التوزيع المشترك دي احنا شفناها من شوية واحنا في دالة الامكان الاكبر. الدالة دي لازم تكون حافظها، واحد على سيجما جذر اتنين باي اي اس ناقص اكس ناقص ميو اول سكوير على اتنين سيجما تربيع. اوجد مقدر العزوم للميو والسيجما اذا علمت ان العزم الاول بتاع المجتمع حوالين الصفر اللي هو توقع الاكس بيساوي ميو، والعزم الثاني في المجتمع بيساوي توقع اكس تربيع، يعني بيساوي سيجما تربيع زائد ميو تربيع. دي حاجات جيفن معطاه. الفكره ان انت وانت بتحل هتستعين بالصيغ اللي هو مدالك فوق دي، اللي هي التوقع بتاع اكس بيساوي ميو، وهنا الميو 2 داش بتساوي سيجما سكوير زائد ميو سكوير. دلوقتي القصة ما فيها انه هيجيب عزوم مجتمع ويساويه بعزوم عينة عشان يعرف يقدر الميو ويقدر السيجما. الموضوع بسيط جدا. معنى كلمة تساويهم ببعض، معنى كلمة تساويهم ببعض يعني هيعمل معادلة ليها طرفين، وطالما عمل معادلة هيقدر يجيب اللي هو عايزه في طرف وبقية الحاجات وبقية المعادلة في طرف. دي القصة كلها. طيب تعال بص كده على طريقة الحل. بيقول لك عزوم العينة اللي هي رمزها ام واحد داش باكس بار، وام اتنين داش سمشن اكس سكوير على ان. دي عزوم العينة. ايه اللي خلاها اتكتبت بهذا الشكل؟ يعني ده شيء طبيعي، العزم الاول حوالين الصفر بيبقى بيساوي الوسط الحسابي. دي حاجة بديهية. ليه؟ لانك لما بتقول مج اكس ناقص زيرو على ان عشان تجيب العزم الاول، هتبص تلاقي الزيرو ملوش قيمة، فهتقول سمشن اكس على ان، اكنك بتقول وسط حسابي. يبقى كده العزم الاول حوالين الصفر بيساوي الوسط الحسابي. طب العزم التاني مجموع اكس سكوير على ان، ده عزم التاني حوالين الصفر. وحيث ان طريقة العزوم تعتمد على مساواة الميو بالام، بتعتمد على مساواة الميو داش بالام داش، فهيبدأ يساوي العزم الاول بالاول ويساوي العزم التاني بالتاني.
فلما يساوي العزم الاول بالاول هيقدر يجيب تقدير الميو، هتطلع باكس بار، ولما يساوي العزم الثاني بالعزم الثاني هيقدر يجيب سيجما سكوير. تعالى كده شوف هو بيساوي العزم الاول بالعزم الاول، خلصها في ايه، في كلمة. لكن هو بيجيب بقى ايه، بيساوي العزم الثاني حول الصفر، بيساوي بالعزم الثاني بتاع المجتمع اللي هو كان معطى في المسألة. هيبدأ يعمل حساباته ويعزل سيجما تربيع في طرف، وكله في طرف، هيودي ميو سكوير الناحية التانية. ميو سكوير دي معناها اكس بار سكوير اللي هو مربع الوسط الحسابي. فطلع عندك صيغة معينة، هذه الصيغة بتعتبر هي المفكوك بتاع القوس دوت. فانت بتمسك هذا المفكوك وترجعه لشكله الاصلي اللي هو القوس، ويبقى هي دي نفس مقدرات الامكان الاكبر. معلش المحاضرة دي كانت طويلة شوية، اتمنى تكونوا استفدتوا باشياء منها، وتحياتي، ونتقابل يعني في المحاضرة الجاية ان شاء الله، نتكلم على طريقة من الطرق التقليدية برضك اللي هي طريقة الليس سكوير، المربعات الصغرى، بس من منظور تاني شوية. بشكركم وبنتقابل في محاضرة جديدة بمشيئة الله.